هلا شباب، شاكم شو اخباركم؟ هاكم حتى قلت في عالمنا هذا انا علي مرجاني، بنيت بيت هذا بيتي الولاية وكملت المزرعة ورا الكواليس، والله محتاج ارتاح. وسويت كيف تشاعبي وانا طبيت كهف لقيت سبونة. شباب راح خلوح اشوف سبونة، بس اول شي خل اشوفكم البيت. يعني جليت طريق بالنار من بيت هلاوي، هذا يعني بسيط بيت هلاوي، ماني بيوتي، كلفني هواي خشب. شباب شوف ايش قد عندي خشب، هاي واحدة واذا بيجي يعني خلتني هاي الاحتياط. طبعا الحلقة الجاية اجي احطهم كيفي، يعني هذا مال اكل هيجي، يعني ما هي هيجي اشياء. هذا كهف التشعبي، يعني على اساس تلفي تعمل بس مالي كيني. ذكر منه كهف، وين الكهف؟ ذكر هيك الجو يبه هنا صادني ريل. هاي بيوي الشريرة شباب، بعدني انا بخليها على البيوتفر. اي هذا كيف طبيت له، اتذكر انه شو يسمونه، اي تقريبا اتذكر منه. مرة وين خلي نشوف الدور عليه. اي شباب هذا سبونا عاكب، لقيت هذا سبونا هاي سكلتون. يا شباب تقريبا بالحلقة الجاية اسوي تعديلات عليه، ولا تقولون هذا شو يصنع قلوا لي كتبولي بالتعليقات. يعني انا طبيت هنا على المدينة بشوية موارد، مثل ما تشوفون يدور صار عندي سمين بيت منرجي انه جال بعدني بنت بيوتفولني بعدني كبداية. يعني من البيت اتذكر اي منه كذا قريب يعني عن بيتنا، بس خلصت خشب. بدي اسوي حلقة كاملة عن بدي اسوي لها تعديل. لا على ولقى كيف تالي طبيعي وتالي طفت الكهرباء وتالي احنا طلعنا. ثاني طلعت يعني تقريبا هنا ليش إيه عدي أنا في البيت، راح بركة أسمع لي ينظر كل على بس خل نسمع اثنين آلة تطوير همزين اثنين دايما على المدير اسمع عنا آلة تطوير المد أطور أشيائي. آه هذين الموارد لقيت خلف الكواليس، بالسرير طبعا لقيت شو اسمه صوف ابيض، حتى اسوي لي احمر سرير احمر، بس لقيت ما اجيب احمر، جبت من ناحية انا برتقالي، اني مريض برتقالي بشري الون بيه. يعني هسه مثلا اشوفكم هاي وجدت يمك حطيتك هذا الصبغ، نسيت لون هذا السرير وهيج، يعني هذي يفيد. شكرا من ضيج احنا
أشوف المزرعة صارت لولا. طبعا سويت على المزرعة تعديلات شوية يعني هيك، أديت عليها وكملتها، نحسد لحقات هاي بعدين ما لحقات. والله هواي جيت راح أحصل تقريبا بهاي الحلقة، راح في الحلقة الجاية مني أجي أسوي إياكم حظيرة، ما خلي نشوف ما شنو. طبعا على أول حد ما لقيت أشوف كيت نقعد بس أشوف طريقي فأجيبه. أشوف منه دورني جبل الله عباله خشش جبل ما عنده يطلع شي سحبته. بالحلقة الجاية أسوي حظيرات مال هذولي. طبعا احنا ما راح نظل هيجي، راح يعني نطور منطقتنا نكبرها، بس نخليها بس نسوي بيت انه على الشجرة. هو علاوة يجي يسوي لي بيت على الشجرة، ناخذ هيجي اشياء بيجي تبني هاي هنا. شباب هسه تقولوا لي شلون سويت هيج؟ شباب لقيت بلاي سبونرات العظام مال سكيلتون ويني هنا هي وهيك. اظني ثلاثة بقيتين شباب على المود، اخاف احتاج تشيلي في هاي. بس انا حرامات عبالي يطلع لي صداع المود اخذ لي حصان زين، حصان زين بس غير ماكو. استنى ما جاي يصير يعني بس عيلة صير سوى بشفرة تبي جا أدوس عليها ما جاي يصير ليش ما يلا احنا نكون نلم. يلا خلي بخشن نمنى بحوته حلو لونه علاوي ناوي يسوي فندق وذني الأشياء. بس هما إذا كمل بعدنا ما بطبي بيهم، ما طابين بس يظهر مالتنا هسا يطبون يعني بعد شوية يعني ويطبون. واحد اسمه أحمد، واحد مصطفى، واحد عباس، وهو يعني لان احنا نريد هواية على المقصير نفس خليج كرافت وعراق كرافت. بس ما ادري شلون يبنون هالكت وما لهم يجيبون الموارد، بس لا ادري يجيبون الموارد هم عندهم موت الخريطة كل شي يطلع لهم. اسف ناخذ النايرون جيب النستيك، ما النستيك نسوي النستيك سوي هيج سوي بوكس جو أسوي واحد راح خلي إذا رتب شوية هيك أنا ما رتب هاي يلا خذ روحك بالخشب
ناوي يعني أكبر منطقة، يعني مثل هذا بيتي أشيله 20 متر يعني، يمكن أرجحني ورا أسوي هنا أشياء نكبر المنطقة. يعني إحنا هسه كشب ما عدنا، الله خلي خشب من هذا ستوك ومن هنيج ستوك من العادي ستوك المدحشن ترين. أنا خلصت خشب البارحة واللي بنيته، حتى أصور فيديو وياكم أشياء اللي توسي أو هيجي، يعني ما أقول لكم كلها هوسي. الشباب تعال، أنا ما جاني ريديت، تعال راح سوي سرير للعلي موجودي، بس ما تعلي موجودي طبعا ما تدخل ايش تخوي عابا يعني كما تدخل شباب. بس استوني شي تصور على حرب السرير بس طلعني من العالم والله العظيم. شباب حولها ايدي، خلاني اقول خلا حول ايدي عنده هواية اكل، من البداية شي تخافني اكل ما عندي اكل. أنا آسف إذا عوني ساكت من جوالم خشب، ولا يحتاج خشب، يلا خش شجرة ونروح نطلع على شوية خشب، يعني تقريبا نطلع نص الستوك، نص الستوك يلا هاي. هي أربعة عني ستة وثلاثة صالة خلو الجيس مرتع وخلي السبع ستو وخلي الصوف وثي علي ابني اللي تحتاج الصوف ناكل رجع يدني في المخزن. أنا بس هذا البيت ما تعبني الدرج، سويت السقيفة من خشب، يمكن راح أشيل سرير أخليه، هذا أخليه هنا، اثنيناتين هنا، وأخلي السرير هنا، وأسوي مقطع سري هنا يعني، وصعد ينزلني جوا، وصعد فوق. يعني جاني هيجي ناوي يلا خلني ننهي الحلقة فوق البيت مولتنا صار على من يلا اهنا كشو بنزل يخاف لي موتوني واني وش اسمي يا يعني شباب. إذا يلا إحنا وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى منك اللايك والاشتراك بالقناة شباب، بس اكتبوا لي رأيكم شو أسوي عشان أنزل حلقات على شنو. أنا أنزلكم على أشياء ريدستونية وبعد أسوي يعني أشياء أشياء تريدون أسوي لكم مصعد، بس عندي حلقة سويتها على الطيارة الأوتوماتيكية. يعني أنا هيك سويته عن 100 واحد
يشوف إذا يريد الدار يطلع يسويها. بس ما تدش إيش أسوي؟ ليش شباب من يروح مثل مكان بعيد يسوي هيجي؟ وي وتالي هيجي أسوي وتالي نوصل للمنطقة هيجي الحركة السحرية أسويها. يلا عود أسويها. يا شباب هنا وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى منك اللايك والاشتراك في القناة وبعد سلامة.